ما الذي قدمتموه لتخفيف معاناة اليمنيين بما يوازي هذه الأهمية؟ نحن كولايات متحدة أمريكية ندعم أي اتفاق بشأن ذلك، خصوصا دفع مرتبات الموظفين في الشمال كما يتم دفعها في الجنوب. طب خلال أقل من شهر بعد اعتماد أوراقك تحركت مباشرة إلى حضرموت، لماذا حضرموت سعادة السفير؟ إن الطريقة الوحيدة لإنهاء النزاع نهائيا هي الحصول على تسوية حقيقية عادلة وشاملة من خلالها يجلس اليمنيون على طاولة واحدة. هل تعتقد بأنه حلحلة الأزمة اليمنية مرتبط بأي تقارب ما بين دول الخليج العربي وإيران؟ لا يمكن أن يكون البديل أبدا بالعودة إلى مربع العنف والتدمير والذي سمح بتدخلات إقليمية في اليمن. قد يرى البعض بأن أمريكا لا تريد إيقاف الحرب حتى تستمر في بيع الأسلحة لدول الخليج العربي. إن الطريقة الوحيدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني حقا هي إنهاء الصراع وإنعاش الاقتصاد اليمني، وهذا السبب الذي يجعلنا ندعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن. لماذا نركز على الحوثي كطرف يمثل صنعاء بينما هناك أطراف أخرى موجودة في صنعاء غير الحوثي؟ إن إنهاء هذا الصراع شخصيا يمثل أولوية كبرى لدى الإدارة الأمريكية، لأن معاناة الشعب اليمني يجب أن تتوقف. فتح مطار صنعاء بشكل كامل مهم لليمنيين، ودفع رواتب اليمنيين المتأخرة لسنوات، وكذلك رفع القيود على ميناء الحديدة. هل لديك أخبار سارة لليمنيين حول هذه النقاط التي يحتاجها اليمنيون في الوقت الحالي؟ يجب أن يكون لديهم الإرادة السياسية اللازمة وأن يبدأوا باتخاذ الخطوات والتنازلات المطلوبة لإنهاء هذا الصراع وإلى الأبد.